السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنكمل معكم هاد الراندا هذه، غنوري لكم كيفاش نقسموها هنايا في الفتحة ديال العنق وكيفاش نقلبوها. نبدأ بسم الله. بالنسبة للحرير مبروم على 3 شعرات، البرا غنخدم بالبرا النمرة 5. بالنسبة لهاد الألوان أنا درت هنا 3 الألوان حتى هما مبروبين على 3 الشعرات. الفتحة ديال العنق غنخليت فيها هنايا 7 سنتيم. ونبداو قبل ما نقلبوا الراندا ونخدموها من الجهه الاخرى، غنخدموا 1 سنتيم على وجهها، نقسموا الراندا نخدموا 1 سنتيم وعاد نقلبوا ونكملوا الخدمه. بالنسبه لهنايا الفتحه ديال العنق ديال الجلابه، انا راه سبق ليا ووريت لكم في واحد الفيديو، انا ما كنقلبش الثوب، كنقطعوا من هنا وننبلوا هنايا لداخل صافي وكنخدم. نثبت الحرير هنا في هذه العوينه اللي عندنا هنا الوسط، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونهز هاد 8 العوينات. عندنا هنا 4، ها وحده 2 3 4، نهز حتى هاد 4، 1 2 3 4، نعاود نرجع مع هاد السطر، هانتوما 1 2 3 4 5 6 7، وهاد الثامنة ما غنخدمش فيها ونرجع مع السطر. غنبقى كل سطر نقص عوينة من هاد الجهة، هنا كنخدمو حتى العوينة الاخرى صافي ونعاود نرجع مع السطر. دابا غنخدم غير 6، ها 1 2 3 4 5 6، هاد العوينة الاخرى ما نخدمش فيها ونعاود نرجع. نعاود نرجع مع هاد السطر، نخدم دابا غير 5، 1 2 3 4 5، نعاود نرجع مع السطر، نعاود نرجع مع السطر. خاص يبقاو عندنا هنا 4 العوينات وهنا 4 كيف ما هنا. هانتوما نمشيو حنا لهاد اللون الاخضر، هنا بقاو لينا 4 العوينات، 1 2 3 4، وحتى هنا 4 خاصنا، حتى هنا يوليو عندنا هنا 4 وهنا 4. هانتوما هنا 1 2 3، واللي غندير دابا هي الرابعه. ونخدم دابا هاد السطر غنخدم فيه غير 4، ها 1 2 3 4، صافي اخواتي. هذا هو النص ديال هذا القلب، هذه هي الطريقه كيفاش غنقسمه من النص. نجيو دابا لهنا للجنب لهاد المثلث. بالنسبه لهاد الحرير راه كيبقى عندنا كنديروا خيط طويل كنبقاو نخدموا به هاد المثلثات. نجي لهنا اخواتي نهز هاد 4 العوينات، ها 1 2 3 4، نرجع مع هاد السطر، السطر الاول ما غنقص حتى عوينه، غنرجع في هاد 4 العوينات، ها 1 2 3 4، نشد هنا في الثوب ونرجع مع هاد 4 العوينات. نعود نرجع مع هاد السطر ولكن غنطيح عوينه في الاخر، غنخدم دابا غير 3،
واحدة جوج، هاد الثالثة، وهاد الضربة الأخرى ما نخدمش فيها، ونشد هنا في التوب ونحاول هاد الضربة نزيرها باش ما يبانش ليا هنا الفراغ. صافي ونرجع مع السطر. نبقاو غاديين بهاد الطريقة. بالنسبة للأخوات اللي شافوا البداية ديال هاد الفيديو راه غاديهم هادي سهلة، أنا سبق ليا وخدمت هاد المثلثات اللي في الجناب. دابا نخدم غير جوج عوينات ونشد هنا في التوب، نعاود نرجع مع هاد جوج عوينات، وهاد السطر غنخدم غير عوينة والعوينة الأخرى ما نخدمش فيها. صافي ونشد في التوب. كتبقى لينا هاد العوينة بحال هكا، كنشدو فيها وكنجيبوها لهنا لعند التوب. صافي عندنا هنا ربعة العوينات، واحدة جوج ثلاثة أربعة، وهنا هاد ربعة العوينات هما تمنية. صافي دابا غادي نخدم في الجهة الأخرى باش نقلبو التوب ونخدمو من الجهة الأخرى، حقاش الفتحة ديال العنق ملي كتكون عندنا جلابة كنقلبو الراندة. غنجي للجهة الأخرى نوري لكم كيفاش غنديرو. غنركب خيط في هاد اللون هذا، غنجي لهنا نفس العوينة اللي شديت منها، غنعاود نشد فيها ونثبت الحرير ونهز هاد تمنية العوينات. راه بنفس الطريقة أخواتي، راه ساهلة هاد الفتحة ديال العنق. أنا هنا راه دايرة تمنية العوينات، وانتوما راه غديرو القياس اللي بغيتو. بالنسبة للأخوات اللي بغاو يكبروها غير يشوفوا الفيديو اللي قبل من هذا، رانا شارحة فيه الطريقة كيفاش نديروها بالقياس اللي بغينا، وتشوفوا حتى الطريقة كيفاش خدمناها، راه الطريقة سهلة سهلة بزاف. نكمل أخواتي في هاد الجهة، غنهز هاد تمنية العوينات. صافي ونرجع مع السطر، ولكن هاد السطر غنخدم غير سبعة، واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. صافي وهاد العوينة هادي الأخرى الثامنة ما نخدمش فيها، ونرجع مع السطر. نعود نرجع مع السطر ونطيح عوينة في الاخر. صافي العوينة الاخرى ما نخدمش فيها ونرجع. هنا كنخدم عادي، كنبقى نخدم حتى كنوصل لهاد العوينه الاخرى. صافي نعاود نرجع مع السطر. بالنسبه ليا هنا انا لهاد الرانده درت هنا 8 العوينات، كنخلي هنا 4 وهنا 4، حتى هنا ملي غنقسم غنخلي هنا 4 وهنا 4. وانتوما ديروا القياس اللي بغيتو وتبعوا على نفس القياس كيفاش بديتو، وفي القسمه عاوتاني غتقسموا على حسب العدد اللي نتوما بديتو به. صافي نكمل. المهم غير الطريقه راه هي هذه، غير تعرفوا الطريقه كيفاش تقسموا، وديك الساعه غتقسموا على حسب القياس اللي عندكم. وبالنسبه للاخوات اللي يلاه باديات، الا جاتهم شي حاجه صعيبه اولا ما عرفوش ليها، يتواصلوا معايا ان شاء الله نشرح ليهم ونتبع معاهم حتى يخدموها. صافي انا خدمت هاد السطر الاخر، هانتوما ولاو عندي هنا ربعه العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة، وحتى هاد الجهه خاص يبقاو عندي ربعه، واحد جوج ثلاثة أربعة. صافي غنخلي الحرير هنا ونجي لهنا نخدم هاد المثلات بنفس الطريقه اخواتي كيف ما خدمنا هاد المثلات غنخدمو هذا. غنهز هاد ربعه العوينات نرجع في هاد ربعه العوينات. السطر الاول ما كنقصوش،
غير باش كيجينا المثلث مقاد. غنرجع في هذا السطر الاول، واحد جوج ثلاثة أربعة، صافي نشد في التوب ونرجع مع هاد ربعة العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة. هاد السطر الثاني غنطيح عوينة، غنخدم دابا غير ثلاثة، واحد جوج هاد ثلاثة، نشد هنا في التوب ونرجع مع هاد ثلاثة العوينات، نعاود دابا نخدم غير جوج ونطيح العوينة الثالثة ما نخدمش فيها، نشد هنا في التوب نرجع مع هاد جوج عوينات، دابا غنرجع غير في عوينة ونطيح عوينة ونشد هنا في التوب، كتبقى لينا هاد العوينة على هاد الشكل، كنشدو فيها نجيبوها نثبتوها لهنا لعند التوب. هانتوما اخواتي، هذه هي الطريقة ديال القسمة، هانتوما ملي كنزديهم كيجيو على شكل قلب بهذه الطريقة. دابا بالنسبة لكم نتوما الا كنتو دايرين هاد الراندة في قفطان راه غتبعو بهذه الطريقة، ما غتقلبو ما والو، غتعاودو تركبو اللون الاخر اللي عندكم وتخدمو بنفس الطريقة وتبقاو غاديين حتى تكملو الفتحة ديال العنق. اما الا كان جلابة فغنقلبو التوب ونخدمو من الجهة الاخرى، غنوري لكم كيفاش نخدمو من الجهة الاخرى. هانتوما كنقلبو التوب، نثبت بفنيتات. انا هذه هي الطريقه اللي كندير دائما في الفتحه ديال العنق، الا كان جلابه كنخدم واحد سنتيم على وجهها، كنقسم فيها الراندة حتى كنصايب القسمه وعاد كنقلب التوب. غنوري لكم اخواتي كيفاش نركبوا اللون الاخر، غنركب هذا الموف. بالنسبه لهاد التوب اللي كيبقى هنايا لتحت اللي كنقطعو في الفي، انا الطريقه اللي وليت كندير مؤخرا مابقيتش كنشبو، تنخليه حتى كنكمل الخدمه وعاد كنعاود نسوجيه واحد شويه كنخليه قصير وصافي، مابقيتش كنبلو، لان ديك التنبيله ملي كتلبس الجلابه كتبقى باينه لنا التنبيله هنا في الجناب، مع ذلك كنتو غدرقوها بالدرس. المهم انا كنخلي حتى من بعد وكنسوجيها. هانتوما غنجيو لهنا غنركبو اللون الاخر، غنجي لهنا لهاد العوينه اللي بقى لينا فيها الحرير فين وقفنا الخدمه، غنركب هاد الحرير هذا ونكمل الخدمة ديالي عادية كيف ما بدينا في الأول. تنهزو هاد العوينة ديال الحرير، نجيبو معنا هاد الخيط نخدمو فوقه، غنهز هاد ربعة العوينات اللي كاينين هنا، ملي كاين اللون نفسه غنخدمو فوقه باش نقطعوه، غير نزيرو الخيط التحتاني باش متجيناش هنا الضربة غليظة. صافي نهز هاد ربعة العوينات ديال هاد اللون هذا، نخدمو فوقو غير القياس ديال اللون ديالو ونقطعوه باش ما يجيناش باين فوق الابيض. صافي ونهز هاد ربعه العوينات، في الاول ما تكون الراندة مقلوبه غير نخدمو بشويه حتى نهزو هاد العوينات، صافي ومن بعد تتقاد لينا الراند. هاد الخيط راه كيبقى هو النيت، كنبقاو نخدمو بهاد المثلثات. صافي نرجع في هاد تمنية العوينات غنخدم غير سبعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هاد العوينة الأخرى ما نخدمش فيها باش تبقى غادي لينا الراندة من هنا طالعة، وهنا كنخدمو عادي. صافي غنعاود نرجع أخواتي مع هاد السطر ونبقى غادي بنفس الطريقة كيف ما وريت لكم في اللول، راها سهلة الطريقة تنظر راها مفهومة. غنبقى نخدم وكل سطر نقص عوينة.
صافي اخواتي هانتوما، بقيت كنخدم حتى ولاو عندنا هنا 4 الاوينات وهنا 4. صافي بنفس الطريقه نبقى نخدم في هاد الجهه حتى نكملها، غنخدم هاد المثلات ونعاود نركب هاد اللون، نخدم بنفس الطريقه هاد الشكل هذا، ومن بعد راه ملي كيدستيو كيعطيونا شكل قلب. انا غنكمل هاد الجهه اخواتي ونرجع لكم. هانتوما اخواتي انا كملت هاد الجهه بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم، هانتوما تجي على هاد الشكل، راه سهله في الخدمه وتجي زوينه. ندوزو للجهه الاخرى، غير بالنسبه للاخوات اللي تيقولوا لي بان ملي كيبغيو يخدموا الجهه الاخرى كتجي صعيبه، انا نخدم معكم واحد شويه في هذه الجهه اللي الفوق، راه بنفس الطريقه غنجي لهنا الفوق هذا الخيط اللي تسالى ليا ونركب خيط جديد، نهز هذه العوينه ديال الحرير، نخلي هذا الخيط نخدم فوقه ونرجع نهز هذه العوينات، غير نقادوا هذه الضربه الاولى مزيان ونثبتوا هذا الخيط نخدمه فوقه. صافي نخدم هاد السطر، نخدمو فوق هاد الخيط غير حتى اللون ديالو، صافي نقطعوه. الا خدمنا فوقه هنا في البيض غيجي باين. صافي نقطعو دابا ونكملو، نهزو هاد 4 العوينات. دابا راه عندها تقلبات، نحاولو غير بشويه حتى نهزو هاد العوينات غير في السطر الاول، من بعد كتجينا الخدمه مزيانه. صافي اخواتي غنرجع مع هاد السطر بنفس الطريقه، غنبقى كل سطر نقص عوينه. انا هنا عندي في السطر 8 العوينات، دابا غنخدم غير 7. صافي نعاود نرجع مع السطر، نخدم دابا غير 6. المهم غنستمر اخواتي بهذه الطريقه غير باش ما يجيش الفيديو طويل، كل سطر نقص فيه عوينه حتى نكمل هذا القياس اللي بغيت انا. يبقاو عندي هنا 4 وهنا 4 ونرجع لكم. صافي بقاو عندي هنا 4 العوينات وهنا 4. صافي بنفس الطريقه غنخدم هاد المثلث ونكمل هاد الجهه، وغنوري لكم اخواتي بحال دابا هنا الا جاتنا هاد الجهه مايله بزاف في التركيبه ديال القبم اللي غنبغيو نلاقيوه غتجي مايله، غنوري لكم كيفاش نطلعوها واحد شويه من هنا. غنكمل هاد الجهه ونرجع لكم. هانتوما اخواتي انا كملت هاد الجهه بنفس الطريقه، هانتوما شوفوا ملي كنزديوهم كيجينا الشكل هو هذاك على شكل قلب. غير اللي بغيت نوري لكم هنايا هو انه نتوما الا كنتو دايرين العرض بزاف فغتجيكم هاد الجهه بحال هكا مايله بزاف، ملي غتبغيو تركبوا القب غتجي هاد الجهه طايحه بزاف. بغيت غير نوري لكم كيفاش يمكن لكم تهزوا هاد الراندا من هنا واحد شويه، غير تهزوها غير واحد شوي باش ملي تدوروا الدوره ديال القب تجيكم مزيانه. هانتوما غنجيبوا اللون اللي حنا وصلنا عليه، وصلنا لهاد اللون غنركبوه هنايا كيف هنا كيف هنا فيما بغيتوا تبداو. انا غنبدا فهاد الجهه معاكم، غنركب فهاد العوينه اللي سالينا فيها ونخدم فوق هاد الخيط، غنديو الخيط لهي ونخدمو فوقو. عندنا هنا 8 العوينات، دابا الراندا راه نازله هكا، حنا بغينا نهزوها واحد شويه من هنا غير باش في الدوره ديال القب تجينا مزيانه. عندنا هنا 8 العوينات، غنخدم غير 6 وغنخلي جوجات، نقطع بعدا هاد الخيط نخدم هنا جوج، ها وحده ها جوج، هاد جوجات الاخرين ما غنخدمش فيهم ونرجع مع السطر. بالنسبه لهنا الحاشيه راه في الخدمه العاديه كنطيحوا عوينه، غنتبعوا بنفس الطريقه غير من هاد الجهه اللي بغينا حنا نطيحو باش نطلعو الراندا من هنا. نرجع مع هاد السطر
غنخلي عاوتاني هاد جوج عوينات ما نخدمش فيهم ونرجع مع هاد جوج عوينات صافي. هانتوما اخواتي بهاد الطريقه كنكونوا طلعنا واحد شويه الراندا من هنا، وهانتوما مابقاتش غاديه مايله بزاف صافي. دابا ملي غنكونوا نازلين بالراندا غنزلوا عادي. بالنسبه ليا انا هنا الراندا راه ما عريضاش بزاف، ما غاديش معيقه، اما بالنسبه لكم نتوما الا عرضتوا الراندا بزاف ففي الاخر غتجيكم هاد الجهه مايله بزاف. ديروا هاد الطريقه، علي واحد شويه من هنا باللون اللي نتوما وصلتوا ليه صافي، وديك الساعه غتلاقوا الملاقي ديالكم عادي. المهم اخواتي راه هادي هي الطريقه كيفاش كنقسموا هاد الراندا هانتوما. نتمنى اخواتي ان هاد الطريقه تكون مفهومه، ونتمنى الشرح يكون واضح ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخواتي الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وشكرا لكم اخواتي، والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.